السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام طاجن، وإن شاء الله النهاردة مكملين في شرح كتاب انجلش جرامر نيوز. وكالعادة ما زلنا مستمرين في هذا العرض الرائع من شرح كتاب القواعد الأكثر تفصيلا لشرحها، وأنا بحاول أوضح الشرح ده كمان. عموما النهاردة درس جميل جدا وبسيط خالص مع الفعل سي. هو احنا وصلنا النهاردة إلى الوحدة 67. في عندنا العنوان بيقول see somebody do and see somebody doing. هل في فرق ما بين see لما يجي بعدها infinitive مصدر و see لما يجي بعدها gerund او فعل فخر ing؟ هنعرف هل الاثنين بيساووا بعض، لان في احيانا بيحصل في ناس بيقولوا عادي استخدم الاثنين مكان بعض، وفي ناس بيقول لك لا دي لها كرول كقاعدة، ودي لها كقاعدة، دي لها كاستخدام ومعنى، ودي لها كاستخدام ومعنى. ده اللي هنعرفه في درس النهاردة. يا ترى هنقول see somebody do ولا هنقول see somebody doing زي بعض ولا في فرق؟ تابعونا وإن شاء الله الدرس يكون بسيط وسهل ليكم. ما تنساش كالعادة دعمك المباشر بلايك، تعليق جميل، ما تنسانيش دعوة حلوة كده وأنت ساجد. ولو في عندك أي تعليق وعايز تسأل على حاجة في الدرس، اكتب الوقت بتاع الجزء اللي انت بتسأل عليه عشان اقدر اعود ليه او ارجع له بسهولة. وفي الاخر او في الختام، لا لسه في حاجة قبل الختام، وقبل الختام اعمل الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس. وفي النهاية عندك كل الكاردز، كل البطاقات فيها حلقات انجليش جرامر نيوز من اول الكتاب لاخره بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، ولنبدأ الشرح يا سادة. مش عارف ليه انا اتعودت على الجملة دي معاكم، بس بقيت بحب اقولها يعني. ولنبدأ الشرح يا سادة. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مع يونت 67 see somebody do see somebody doing. اوكي، هو عموما اللي مدرك الأزمنة وعارف إن دو طبعا تبع زمن المضارع البسيط، ودوينج تبع الجيرند، يعني ده انفينيتيف عموما، ده مصدر وده جيرند في آخره إن جي. المصدر ده معناه إن الفعل عادي يعني، أوكي، ممكن يجي في أي حاجة، أو بمعنى آخر يعني مضارع ماضي مستقبل متشكل. أما دوينج، لو انتوا فاكرين في أزمنة الاستمرارية، doing يعني ده حاجة ان ايه، خدت نطاق او حيز من الزمن، وده يفرق معاك جدا في الشرح. ركز بقى في اللي جاي. section here study this example situation، ندرس المثال التالي. شوف كده الصورة، توم بيعمل ايه؟ السيارة، فتح الباب، ركب السيارة ومشي وانطلق. تمام. توم got into his car and drove away. توم، خلي بالك، got ماضي ودروف ماضي بسيط، راح للسيارة، دخل السيارة وقاد السيارة. you saw this، وانت شفت ده. طب انت شفت الكلام ده، عايز توصل لنا وتقول لي انا شفت توم دخل السيارة وسقها ومشى، تقولها ازاي؟ شوف، I saw Tom. ممتاز، جبت سي خليتها ماضي saw، لان ده اكشن في الماضي. I saw Tom. get ده انت جبتها infinitive مصدر، ما فيش قبلها تو، لا انتش محتاج هنا تحط تو. I saw Tom get into his car and drive، مش هتبقى drove، لا ما هي الاند بتعطفها على الفعل اللي قبله اللي هو get، فيفضل مصدر زي ما هو. يبقى I saw Tom get into his car and drive away، انا شفت توم دخل سيارته ودrive او away، وراح بعيد. تمام، ساقها بعيد. يبقى انت تفهم من دلوقتي ان سي بيجي بعدها الفعل انفينيتيف. تمام، سي somebody يعني سي هيجي بعدها اسم مفعول، هيجي بعدها مفعول به، هيجي بعدها اسم شخص، هيجي بعدها ضمير، اوكي، ضمير فاعل، ضمير مفعول. ان ذس ستراكشر، في هذا التكوين او في هذا التركيبه اللي احنا شفناها، وي يوز، احنا بنستخدم جيت، درايف، دو حسب الافعال اتسترا الى اخره. بس ما نقولش تو جيت، ما نقولش تو درايف، ما قولش تو دو، يبقى بعد سي ما تحطش تو. اوكي، somebody did something، I saw this، شخص ما فعل شيء وانا شفته، او محل ايه، I saw، انا شفت somebody، وقام راح جايب الفعل مصدر do something. اوكي، هنوضح الفرق بعد شويه ان شاء الله.
ولكن but after a passive لما تيجي بقى في الباسيف كلمة so أو سي أنت تحولها في الباسيف so هتبقى سي سوري سي هتبقى so في الباسيف و so هتبقى سين في الباسيف مش كده؟ لأن إحنا بننزل درجة لو أنتوا فاكرين مبني المجهول بننزل درجة زمنين. طيب we used to قالك إحنا هنستخدم to he was seen he was seen to get in the car he was seen to يبقى لما تيجي تستخدم سي فعل سي في الباسيف في المبني المجهول هتحط to بعدها دي الحالة بتاعتها بس he was seen to get in the car تمام. في section B study this example situation زي ما انت شايف كيت واقفة عند الباص ستوب عند محطة الباص ومنتظرة صح؟ yesterday you saw Kate انت شفت كيت شفت كيت she was waiting was waiting was waiting ماضي مستمر ده معناه انها اخدت فترة من الزمن حيز من الزمن was waiting for a bus اوكي هي كانت منتظرة الباص. you can say يمكنك ان تقول I saw Kate waiting for a bus I saw Kate طب ما انت كده نفس الجملة كنت ممكن تقول I saw Kate wait for a bus اوكي ممتاز I saw Kate waiting for a bus انا اوضح لك الفرق ما بين wait waiting مع نفس الجملة بس لما نخش في section C ان شاء الله. in this structure we use ing waiting doing يعني يقول لك somebody was doing something لو كان في شخص بيعمل حاجة بياخد وقت من الزمن بيعمل حاجة واستمرت شوية وانت شفت كده لما تيجي تقولها او توضحها للناس الاستراكشر بتاعك هيبقى ايه الجملة بتاعتك لما تيجي تقولها هيبقى شكلها ايه I saw انا شفت وتقول لي اسم الشخص اللي هو somebody واقول عمل ايه في اخره ing doing اجيب الفعل في اخره ing واقول something اللي هو الشيء اللي كان بيعمله تمام. حلو نروح كده لسكشن C ونشوف الفرق ما بين الاتنين بقى لما C يجي بعدها مصدر و C لما يجي بعدها ing ايه الفرق. طيب study the difference in meaning between the two structures ندرس الفرق ما بين التكوينين او التركيبتين دول. I saw him do something انا شفته بيعمل حاجة دي هنا المصدر saw C جاي بعدها مصدر. he did something هو قام بشيء ما in the past في الماضي and I saw this وانا شفته كده لو في الباست سيمبل كده I saw the complete بس هي دي بقى شفت اللي هتطلع دي هي دي اللي انت محتاجها I saw the complete action from beginning to end يعني لما اقول لك خلينا نطلع كده لحظة هنا شفت الجملة بتاعت I saw Kate waiting for a bus شيل waiting وحط wait خليك معايا I saw Kate wait for a bus ده معناه ان انا مثلا هنفترض انا قاعد في الجنب الاخر من الشارع وشايف كيت في الرصيف الثاني منتظر الباص الباص جه وكيت ركبت ومشت في الحاله دي انا شفت الاكشن كامل شفتها وهي بتنتظر من اول ما وقفت ومنتظره وركبت ومشت يعني انا شفت كل الانتظار كل فتره الانتظار ففي الحاله دي اقدر استخدم بعد السي المضارع البسيط اللي هو المصدر ففي الحاله دي اقول I saw Kate wait for a bus لما قلت wait ده معناه ان انا شفت the complete action from the beginning to the end. طب waiting دي هيبقى معناه ايه؟ ده اللي هنوصل له دلوقتي ان شاء الله. نكمل كده ونشوف اتمنى ان المثال ده يكون واضح لك وهتعرف الفرق لما نقرا بتاع doing. شوف المثال اللي هو from the beginning to the end. he fell off the wall هو وقع من على الحائط. I saw this وانا شفت كده هقول ايه؟ I saw him هجيب فيل ماضي؟ لا هنجيبها مضارع fall of the wall ده معناه ان انا شفته هو فوق الوول فوق الحائط وهو بيقع كمان شفت the complete action from the beginning to the end. the accident happened حصل حادث حصل did you see it شفتها؟ did you see the accident happen هل شفت الحادث؟ يعني هنا لما يقول له see the accident happen شفت الحادث من بدايته لنهايته لما يقول له كده. طيب شوف بقى لما يقول لك I الجزء الثاني بقى المقطع الثاني او الجزئيه التركات الثانيه I saw him doing طب لما يجي جيرارد الفعل في اخره ان جي بعد سي something he was doing something هو كان بيعمل حاجه في الماضي ماضي مستمر خدت وقت اهو
and I saw this, وانا شفت كده. يعني لا، طب ايه الاختلاف؟ ما انت شفت هنا وشفت هنا، انت قلت لي في الاولاني شفته من البدايه للنهايه، طب هنا انت شفت ايه بالظبط؟ I saw him، انا شفته. when، عندما. he was in the middle of doing it، وهو بيعمل الحاجه دي. طب وبعدين؟ this doesn't or does not mean، هذا لا يعني that I saw the complete action، أنا مشفتوش. يعني لما أقول لك مثلا، نطلع تاني كده، فين الجملة بتاعت كيت؟ أهي الجملة بتقول بتاعت كيت، I saw Kate waiting for a bus. أنا لما قلت لك شيل waiting وحط wait، ده ما قلت لك زي ما أنا شرحت لك الموقف كده، هي شافها من أول ما هي منتظرة وركبت ومشي خلاص، فبيوصف الانتظار إنه شافه كله. طب waiting ده معناه مثلا ان انا راكب سيارة او راكب العجلة بتاعتي ومعدي، ماشي ماشي ماشي، شفت كيت واقفة منتظرة الباص وانا مريت وعديت. انا ما اعرفش، ممكن كيت تكون مركبتش باص، ممكن انا شفتها عند محطة الباص واقف، ممكن تكون استنته وركبت، ممكن تكون حد جه خدها من هناك بتاكسي، ممكن تكون هي ركبت تاكسي، ممكن تكون هي مشت، فانا ما اعرفش الموقف انتهى بايه، فانا ما شفتوش من البدايه للنهايه، انما انا اخدت لمحه، لمحه وهي بتعمل الموقف ده، فحطيت اي ان جي، ده معناه ان انا مش متاكد ايه اللي حصل ايه بعد كده. انما لما اقول ماضي، بس ماضي لما اجيب، انا اسف، مصدر، لما اجيب مصدر ده معناه ان انا شفت الاكشن، الحدث من اوله لاخره. جبت الاي ان جي ده معناه ان انا شفت الشخص وهو بيعمل الحاجه في وقتها، ومعرفش هو عمل ايه بعدها، بس انا حكيت اللي حصل، انا شفت ده وخلاص. اوكي، فنرجع تاني كده، شوف المثال. he was walking along the street، هو كان ماشي بطول الشارع، ماشي على طول الشارع، ماشي في الشارع. I saw this، انا شفت ده. when، عندما. I drove past in my car، عندما مررت بجانبه بسيارتي. يعني انا راكب سيارة، انا شايف واحد ماشي في شارع وانا راكب السيارة شفته ومشيت، فاقول لك ايه؟ I saw him، انا شفته walking along the street، ماشي في الشارع. هل معناه ان هو كمل لاخر الشارع؟ ما اعرفش. هل معناه ان هو رجع تاني؟ ما اعرفش، انا شفته ماشي. انما لما اقول لك I saw him walk along the street، ده معناه ان انا شفته ماشي من اول الشارع لاخره، وعرفت ان هو خلص الشارع، مشى في الشارع كله. وصلت؟ sometimes، خد بقى النقطة ديت اللي هي عند ال اللي هي عموما الناس كلها ماشية بيها كده، يعني واخدين القاعدة دي عادي. sometimes في بعض الأحيان the difference is not important، الاختلاف ده مش مهم قوي. and you can use either form، ويمكن يمكنك أن تستخدم إما هذا أو هذا. I've never seen her dance، أنا عمري ما شفتها بترقص خالص. or أو I've never seen her dance، عمري ما شفتها بترقص. هو عايز يوضح لك من آخر جملة، من آخر statement دي، إن جبت موضوع، جبت مصدر عادي، جبت ING عادي، المهم إن إحنا عرفنا إيه اللي حصل. بس مش مهم ان انا عرفت انك شفته من الاول للاخر او شفتها لمحه وخلاص، ولكن مهم ليك انت انك تبقى عارف الفرق ما بين الاثنين، ان سي لما يجي بعدها مصدر ان هو شاف الموقف من اوله لاخر، وسي لو جه بعدها اي ان جي ده معناه ان هو لمحه او شافه في فتره وما كملش هو بيعمل الموقف ده ولا لا. اوكي، وخد عندك برضو، حط الجزء الثاني من القاعده، ان الاثنين عادي سايحه مع بعضها، دي زي دي، بس لما تيجي للتفريقة او لتعمل كومبير، مقارنة، لازم اتفرق، مش هتقول له الاتنين زي بعض، لانك انت دلوقتي عارف الفرق، ان سي مصدر انت شفته من اول اخر، سي اي ان جي لا، انت شفت لمحة او جزء وهو بيعمل الحاجة وما كملش، وانت ما كملتش، مش هو انت ما تعرفش هو كمل ولا لا. وصلت؟ اوكي، نروح لسيكشن دي. وي يوز these structures with، بنستخدم بقى الحاجات دي مع ايه؟ يعني نفس الشكل والتكوين وسي ديت، يعني ايه الكلمات اللي ممكن تيجي زي سي اقدر اعمل بقى نفس الكلام. with سي and here and a number of other verbs، نشوف كده مبدئيا لو انا بصيت عليهم سريعا، عندك هير يسمع، felt يشعر، notes يلاحظ،
هير برضو يسمع، سي يرى، لسن يسمع، سميل يشم، فاوند يجد. مش ملاحظ ان في عندنا هنا هير وسي وفي بس التاتش هنا جاي كفيرب، وفي نوتس برضو الملاحظة، وفي لسن يسمع، يعني حاجات، وسميل يشم، يعني حاجات مرتبطة بالسنسز صح، بس برضو ما تاخدهاش كرول ثابت، خليها ما... خليك ماشي فيهم فيهم كده، اعرف ان هما هير فيلت نوتس هير سي لسن سميل فاوند او فايند، سجل دول عندك وخلاص. ان الافعال دي بتيجي زي سي، اي ديدنت هير يو كم، اهو هير كم كم، انا ما شفتكش، انا ما سمعتكش وانت جاي او انت داخل، يو كيم ان اي ديدنت هير ذس، انت دخلت وانا ما عرفتش ما سمعتش يعني. Liz suddenly felt somebody touch her on the shoulder. Liz فجأة felt شعرت somebody touch لمس her on the shoulder لمسها على كتفها. أو feel أو felt touch جاي فعل مصدر. Did you notice anyone go out؟ هل لاحظت أي شخص خارج؟ Okay. I could hear it raining. Could hear it raining. It was raining. I could hear it. It was raining. طب ليه جاب raining؟ ما انا كنت ممكن اقول I could hear it rain. لو I could hear it rain على حسب الفرق ده معناه ان هو ايه؟ سمعه من اول ما مطرت لحد ما انتهت المطر. طب I could hear it raining، سمع حبة مطر كده وبعد كده دخل في غرفة ما عادش بيسمع المطر ولا حاجة. فمهم انك تعرف الفرق. The missing children The missing children were last seen playing near the river. ليه جاب flying G؟ لأن بيقولك الأولاد المفقودين آخر مرة شوهدوا كانوا بيلعبوا بالقرب من النهر. يعني ده معناه إن في ناس شافتهم وما شافوهمش الآخر، لأن لو كانوا شايفينهم هما بيلعبوا ما كانوش ضاعوا، كانوا عرفوا هما فين دلوقتي. صح ولا أنا غلطان؟ تمام. Listen to the birds. اسمع الطيور singing. تغني او تغرد. طب ما انت كنت ممكن تقول listen to the birds sing، اسمع الطيور تغني، بس في الحاله دي هتفضل واقف تحت الشجره في الحر كمان، لو ما فيش، لو الشجره ورقها ضعيف او ما فيش ورق كتير، وقاعد تسمع الطيور من اول ما غنت لحد ما خلصت الاغنيه بتاعتها او التغريده بتاعتها. وصلت؟ Can you smell something burning؟ شامم حاجه بتتحرق، الاكشن لسه ان بروسس او حاجه لسه بتتحرق. انما لو قلت كان يو سميل سمثينج بيرن، يعني ده معناه ان شام حاجه اتحرقت، يعني من اولها لاخرها انت عرفت ان في حاجه اتحرقت ولسه شامم ريحتها. وصلت؟ I found Sue in my room reading my letters. يا وقعتك السودة يا سو. سو، انا لقيت سو، وجدت سو قاعده في غرفتي وبتقرا الخطابات بتاعتي. اوكي. انما لو قلت I found سو ان ماي روم ريد ماي ليترز، ده معناه ان انا لقيتها بتقرا وقعدت استنيتها اما تخلص قراءه كمان. شفتيهم؟ الله عليكي. اوكي. ده كان درس النهارده، الفرق ما بين سي لما يجي بعدها مصدر وسي لما يجي بعدها اي ان جي. اتمنى ان يكون الدرس سهل ولطيف على نفوسكم الطيبه الجميله. هذا وبالله التوفيق، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الدعوة بس. فأمان الله، مع السلامة.